تحت الضغط. أيمن ومحمد، محمد وأيمن. محمد هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، تفضل. أيمن تعالى مكاني. تحت الضغط. الأسئلة مش صعبة، الأسئلة سهلة، ولكن محتاجة منك شوية تركيز. تمام حضرتك. لو ما فيش إجابة هتقول باص. تمام، بس عايز الإجابة بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. حاضر إن شاء الله. اتفقنا؟ محمد تمام؟ محمد تمام. تحت الضغط. كاونتر. عنصر كيميائي عدده الذري 2، فما هو؟ هيليوم. صح. لما الشتاء يدق البيبان، هي أغنية المطرب مصري، فمن هو؟ محمد منير. غلط. إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة لولاند؟ النرويج. غلط. مزرعة الحيوان هي رواية الكاتب بريطاني جورج أورويل. صح. كم عدد الأيام في شهري مارس وإبريل؟ 61. صح. من هي أول امرأة حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1900؟ ماري كوري. صح. من هو قائد القوات الفرنسية في معركة هليوبلس عام 1800؟ نابليون بونابرت. غلط. من قامت بدور ليلى في مسلسل فرح ليلى؟ منى زكي. غلط. صحفي مصري راحل صاحب فكرة الاحتفال بعيد الأم، فمن هو؟ صفا أمين. غلط. تفضل. 4 من 9، وأنا متأكد إنك كان ممكن تعمل أحسن من كده. تمام. الحمد لله. سليم عزين محمد ينضم لينا. طبعاً في إجابات أنا عارف إنها عندك دلوقتي، يعني بتعيد الذاكرة، وأكيد في إجابات موجودة. تفضل. أنا قلت 9 أسئلة هنا من 10، مش هقول لك كم إجابة صح، ولا عايز تعرف؟ لا عادي مش هفهم. تمام، هقول لك بعد ما تخلص. تحت الضغط. كاونتر. عنصر كيميائي عدد الذري 2، فما هو؟ الحديد. غلط. لما الشتاء يدق البيبان، هي أغنية المطرب مصري، فمن هو؟ عماد عبد الحليم. غلط. إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة لولاند؟ النرويج. غلط. مزرعة الحيوان هي رواية الكاتب بريطاني. صح. كم عدد الأيام في شهري مارس وإبريل؟ 58. غلط. من هي أول امرأة حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1911؟ مدام كوري. صح. من هو قائد القوات الفرنسية في معركة هليوبلس؟ الباص. من قامت بدور ليلى في مسلسل فرح ليلى؟ مش عارف. باص. صحفي مصري راحل صاحب فكرة الاحتفال بعيد الأم. مصطفى أمين. انتوا الاثنين قلتوا مصطفى أمين، هو علي أمين أخوه. تفضل. 2 من 9، وأيمن 4 من 9. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. لما الشتاء يدق البيبان، مين؟ علي الحجار. علي الحجار. إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة لولاند؟ الدنمارك. انتوا الاثنين قلتوا النرويج. سؤال 7، من هو قائد القوات الفرنسية في معركة هليوبلس عام 1800؟ كان كليبر. من قامت بدور ليلى في مسلسل فرح ليلى؟ ليلى علوي. ليلى علوي. صحفي مصري راحل صاحب فكرة الاحتفال بعيد الأم، علي أمين مش مصطفى أمين. كلنا نحيي أيمن ومحمد، محمد وأيمن. اتفضل. النتيجة اتغيرت ورجعنا لنقطة البداية. يا نهار أبيض على دي مباراة. 100-100. محمد كنتوا كام؟ كنا 90. 90 وإجابتين صح، بقيتوا 100. أيمن كنتوا 70 4 إجابات صح، و10 نقط دية، بقيتوا 100. طبعا هنفك الاشتباك بالفقرة اللي جاية. ودلوقتي مع الفقرة 5، فقرة ضربات الجزاء.